مباراة الناشئين للنادي الأهلي غدا بإذن الله، وهو حدث أبرز في مصر في هذه اللحظات، الكل بينتظر انطلاق هذه الاختبارات. كابتن فتحي أولا برحب بيك، وطمني بقى لانطلاق الاختبارات غدا، وطمن كل الناشئين اللي جايين النادي الأهلي غدا بإذن الله عشان يخوضوا مرحلة مهمة، الكل بيمني النفس بالتواجد داخل القلعة الحمراء. مساء الخير يا محمد، ازيك؟ وطبعا شكرا لكل السادة المشاهدين قناة النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، وان شاء الله زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت ان احنا هنبتدي بكره بدايه النهارده بدايه فتره الاختبارات، وان شاء الله بكره عندنا مواليد 2009 و2008 و2007 و2006، واحنا عاملين الاختبارات المرحله دي على 3 ايام. ان شاء الله اتمنى من كل قلبي كده ان نلاقي مواهب في هذه الاختبارات ان شاء الله، لان السن ده برضو عارف بيبقى سن صغير وسن جميل، وسن انا يعني بفكر بقدر الامكان ان انا احاول اساعد الولاد دي وخلي الولاد يبقى عندهم شخصيه من صغرهم. عشان كده يمكن بفكر في اسلوب مختلف خالص عن اسلوب الاختبارات اللي فاتت. انا هدي كل ولد من المجاميع اللي عندي او من الاعمار دي كوره هو يشتغل بيها بمزاجيه ويشتغل بيها بما يتراءى لهم، واحنا من خلال اللجان اللي قاعده من المدربين ان شاء الله نكتشف ان شاء الله مواهب في هذه المرحله ان شاء الله. يعني المرحله دي ان شاء الله 30/6 و1/7 و2/7، بعد كده نخش على مرحلة الأعمار السنية الثانية 2005 و2004 و2003 و2002. إن شاء الله هتبقى يوم 3 و4 و5 7 إن شاء الله، يعني دي مرحلة ثانية، وأتمنى إن احنا برضو نحاول بقدر الإمكان نكتشف فيها إن شاء الله بعض المواهب. وبعد كده المرحلة الثالثة إن شاء الله اللي هتبقى 6 و7 و8 إن شاء الله مرحلة أخيرة، ودي الأعمار الكبيرة، وأنا رأيت في هذه المرحلة عشان الثانوية العامة هتخلص 2/7. تمام. يعني الثانوية العامة معظمها هتخلص 2/7، فرأيت إن أخرت شوية. أخرت شوية عشان طبعًا أنت عارف الطلبة بيبقوا طالعين مجاهدين، اللي عايز يريح يوم، عشان ندي برضه فرصة لأولادنا إن هم إن شاء الله يجوا ويبقوا إن شاء الله كده يعني حاجة تبقى جميلة مشرفة لاختبارات النادي الأهلي إن شاء الله. متوقع إقبال كبير كابتن فتحي في ظل إن الأسبوع الماضي كان في أسبوع كامل لطرح الاستمارات الخاصة بالاختبارات. طبعا احنا عملنا اسبوع، وانا مدي تعليمات برضه على فكره للجهاز عندي ان احنا بكره ان شاء الله هننزل في اهل الجزيره، هننزل عشان الناس اللي ما قدرتش الفتره اللي فاتت تشتري، احنا بكره ننزل في اهل الجزيره برضه في مندوب من عندنا يبقى على الباب الثاني باب مستشفى المعلمين، وان شاء الله عشان بدايه بكره الاختبارات في مدينه نصر الكم الهائل من الناس بيجي بكره، يعني بيجي في نفس يوم الاختبارات بيشتروا، واحنا حاطين هناك ان شاء الله ثلاث لجان دول عشان نستثمر الناس اللي جايه، والناس اللي جايه ما تبقاش قلقه، والناس اللي جايه ما تبقاش تعبانه في شراء الاستمارات الخاصه بالاختبارات ان شاء الله. يعني اللي باذن الله اللي جاي بكره يختبر في الاهلي ولسه ما اشتراش الاستماره هيلاقيها برضه هو داخل النادي. بكره في مدينه نصر ان شاء الله، وفي ارتياحيه في ان شاء الله ان هو يحصل على استماره يعني. طيب كابتن فتحي، حضرتك ذكرت في بدايه حديثك عن الاختبارات هتحاول تعمل لها معايير وشكل مختلف، انا قدامي على الصوره تقسيمه جماعيه بتبقى مدتها حوالي 10 دقائق ربع ساعه، وفي لجنه بتتفرج بره، هتحاول تختلف شويه ان تبقى في مهارات فرديه لكل لاعب نازل قدامك، التقسيمه نفسها مدتها طول، العدد اللعيبه جوه التقسيمه هيقل، يعني عشان تبقى فرصه طيبه تشوف اكبر عدد وفي نفس الوقت تدي فرصه للولد انه يقدم نفسه بشكل جيد. بص يا محمد، انا زي ما قلت لك السن الصغير بالذات الاولاد بتبقى جايه خايفه، بتبقى جايه قلقه من اختبار، يعني معنى كلمه اختبار دي بيبقى اللعيب جاي قلقان، فالولد الصغير ده انا عايز برضو انا اكتشف موهبته من خلال زي ما قلت لك ان هو الكوره دي ملكه، زي ما اكون بيلعب في البيت في الجنينه عنده في المدرسه الكوره دي ملكه، هيشتغل بالظبط هديله 10 دقائق يشتغل حاجات انديفيدوال كلها يشتغل، وانا من خلال رؤيه اللجان اللي قاعده من الساده المدربين هكتشف ان الولد ده عنده مهاره، والولد هيبقى حر نفسه في الانطلاقه بالكوره زي ما هو عايز، وبعد كده برضه هياخد مرحله ثانيه هعمل له تقسيمه بحيث انه برضه يظهر من خلال اداء جماعي ان شاء الله يعني. باذن الله يعني برضه محتاجين الفتره الجايه ننطلق للمحافظات يا كابتن فتحي، انت عارف بيبقى في ناس برضه. انا عامل حسابي والله يا محمد، عامل حسابي في كل حاجه، بدليل اني عامل حتى اختبارات لاستاذ ولاد الاعضاء، طبعا عامل لهم يوم 16 و17 و18 و19 باذن الله 7 برضه دي، وطبعاً احنا بنراعي الاعضاء في حاجات من كده، ومعمل لهم بيبقى فري من غير استمارات والكارنيه، بس كارنيه العضويه، وان شاء الله برضه امل ان نلاقي مواهب في ولاد الاعضاء ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني. والمحافظات ايضا في اسكندريه وفي الصعيد ان شاء الله هنلاقي كتير باذن الله. المحافظات بنرتب، واحنا بعتنا قلنا المحافظات اللي عايز اختبارات للنادي الاهلي يبعت لنا حاجه رسميه عشان برضه ندرسها، وعشان تبقى حاجه النهارده بعيدا عن اي
نوع من ان اي حد بيبعت، لا احنا عايزين دايما من خلال المحافظات، محافظه تبعت لي مثلا حددت لي اي استاد واحنا هنروح، يعني نبعت برضو مندوبين من عندنا يبيعوا التذاكر والاستمارات بتاع الاختبارات، وهتبقى العمليه ان شاء الله منظمه كويس ان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي وموفقين يا رب للفتره القادمه، مرحله مهمه جدا اختبارات قطاع الناشئين يا كابتن فتحي، بالتوفيق يا رب فيما هو قادم ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن فتحي مبروك. طبعا في هذه اللحظات الكل بيتفرج علينا، والاطفال الصغيرين والبراعم والناشئين بينتظروا هذه اللحظات كل سنه.